أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. اقتربنا من كلمة الله بيزيد يوم عن يوم. شكرا للرب. اقتربنا من كلمة الله بيزيد يوم عن يوم. بعرف كده من خلال ردود فعلكم، من خلال تجاوبكم معانا في البرنامج. أهلا بيكم في حلقة هنقترب أكتر خطوة جديدة في معرفة وفهم كلمة الله. خلوني أقول لكم إحنا واقفين فين النهاردة. النهاردة هنبدأ بداية جديدة في البحث عن الكنز. واخدين بالكم من إيديا؟ بحث عن الكنز. نقعد وكأننا جايبين مشرط ونشرح بدقة شديدة كلمة الله. مش الهدف استعراض أو إننا بنقول إن إحنا أهو بندرس، لكن الهدف الحقيقي إن الكلمة توصل كما قصد أنها تكتب. اتكلمنا عن 5 أدوات بيهم نقرب أكتر من إجابة السؤال ماذا كان يقصد الكاتب الأصلي وكيف فهم القراء الأصليون. اتكلمنا عن القراءة الصحيحة، يعني القراءة بالتشكيل. اتكلمنا عن القرينة بكل أنواعها، واتكلمنا عن قراءة في ضوء علامات الترقيم، واتكلمنا عن القراءة مع الوضع في الاعتبار، العودة للأصول، وآخر حاجة اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت أنواع النصوص. وخدت فكرة سريعة قوي الحلقة اللي فاتت عن أنواع النصوص المختلفة في الكتاب المقدس، زي الأسفار الشعرية، الأسفار النبوية، الأسفار الرؤوية، الأسفار القصة، أسفار الأناجيل، سفر أعمال الرسل، الرسائل، وهكذا. وابتداء من النهاردة هاخد مع حضراتكم نوع من أنواع النصوص اللي موجودة في الكتاب المقدس وهنقترب منه. بس لأن زمن الحلقة مش طويل قوي، فممكن ناخد نوع نص واحد على أكتر من حلقة، فهتعبكم معايا تاني إن إحنا نركز في تواصل في مجموعة حلقات عشان نخلص نوع نص. عايز أبدأ معاكم بقى بسرعة في اللي عايز أقوله النهاردة عن نوع نص من أسفار الكتاب المقدس. هو نوع محبب جدا جدا جدا. عايز تقول لواحد وتفهمه الفكرة دي، قولها له في صورة قصة. قصة مرة واحد راح وجه وعمل ومش عارف ايه، فهمت المعنى؟ ده بالظبط اللي هتكلم عليه النهاردة، القصة في الكتاب المقدس. هل الكتاب المقدس فيه قصص؟ فيه قصص، وقصص كتير. تعالوا ناخدها بقى خطوة خطوة وبالراحة، لأنه زي ما قلت لحضراتكم في البداية إحنا ماسكين مشرط وبنقرب بدقة شديدة من النص الكتابي. أول حاجة أحب أقولها لكم إن الأسفار القصة في الكتاب المقدس وخصوصاً العهد القديم بتتسمى أسفار تاريخية. يعني لفظ تاريخي يمكن يكون لفظ مش علمي قوي. ليه؟ لأنه التاريخ هو هدفه تأريخ، أي يحكي التاريخ كما قصد أن يحكي. الكتاب المقدس فيه تاريخ ولكنه مش تأريخ، يعني مش هدفه يكتب التاريخ لمجرد التاريخ، لكن وهو بيحكي لنا التاريخ هو الكاتب بيغفل بعض الأحداث، لأنه مش هدفه يمسك يوم يوم ساعة ساعة يقول لنا حصل فيها إيه، لكن هو عايز يقول لنا التاريخ اللاهوتي، تاريخ علاقة الله بشعبه، هو ده الهدف الأساسي. فحكها لنا عن طريق قصص تبدو أنها قصص متفرقة، يعني مثلا قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة إسحاق، قصة نوح، قصة رعوس، قصة يوسف، قصة أستير، قصة جدعون، قصة كالب ابن يفنة. أنا بحاول أجيب مجموعة من الأسماء كلها. فهو تحس كده إنه كل قصة ممكن تاخدها وحدها، لكن هنعرف في النهاية هل هي وحدها قصص متفرقة ولا هي متجمعة وبتحكي لنا تاريخ علاقة الله بشعبه،
أو التاريخ اللاهوتي في الكتاب المقدس، وده الهدف. فإحنا مش عايزين نشوف الكتاب المقدس كأنه كتاب تاريخ، لأن هو مش كتاب تاريخ لكنه في تاريخ. شوفوا يعني هي مش لخبطة، بس يعني عايزين نفهم المعنى وراء كلمة أصفار تاريخية. هي لفظ علمي لكنه مش مقصود بمعنى زي ما بنقرأ مثلا تاريخ مصر القديم، ولا تاريخ الشعوب، ولا تاريخ مش عارف أمريكا، ولا تاريخ الصين. مش بنقرأ تاريخ، لكن احنا بنقرأ علاقة الله مع شعب، ودي أول حاجة. الحاجة التانية إنه حكى لنا التاريخ اللاهوتي في قالب قصصي، قالب في أدب قصة. يعني الكاتب التزم ببناء القصة كما كانت تروى في ذلك الوقت، في وقت كتابة القصة. علي أنا أعرف المعنى اللاهوتي وأعرف أسلوب القصة في قالب قصصي. طب إيه الأصفار اللي فيها هذا القالب القصصي؟ اكتبوا معايا من فضلكم أو بصوا على الشاشة سفر التكوين، وخصوصا ابتداء من أصحاح 12، لأن من 1 لـ11 أصفار سفر التكوين من أصحاح 1 لـ11 بنسبة عالية مكتوب بطريقة تختلف عن بقية سفر التكوين، بس مش هنتكلم عليه دلوقتي، لكن احنا هنتكلم على مجمل أصفار مجمل سفر التكوين. فسفر التكوين سفر قصصي أو سفر تاريخي، سفر الخروج، سفر العدد، سفر يشوع، قضاة، رعوس، صمويل أول، صمويل تاني، ملوك أول، ملوك تاني، أخبار أيام أول، أخبار أيام تاني، عزرة، نحمية، أستير. كل دي أصفار تسمى أصفار قصة أو أصفار تاريخية. إحنا عرفنا لو حبينا نسميها أصفار قصة نقصد إيه، ولو حبينا نسميها أصفار تاريخية نقصد إيه. ملحوظة عايز أقولها لحضراتكم، سفر زي التكوين والخروج والعدد، وهنضيف عليهم سفر اللاويين والتثنية، رغم أن أول 3 أصفار بنحطهم في التاريخ ونحطهم في القصة، لكن الـ5 أصفار دولت ليهم مسمى آخر، أصفار التوراة أو أصفار موسى أو أصفار الشريعة. يعني إحنا ممكن ندرسهم بأكتر من زاوية الأصفار دي، وفعلا هرجع معاكم تاني وهدرس الأصفار دي من زاوية الشريعة وسميهم أصفار الشريعة. دي ملحوظة حبيت أقولها على أول 3 أصفار. وزي ما كنت بقول، مش دائما السفر بطريقة مطلقة بيحمل نوع واحد. يعني مثلا سفر إشعياء هو سفر نبوي وفي نفس الوقت سفر مكتوب بالشعر العبري. لما أجي أتكلم عن الشعر العبري هستخدم حاجات من إشعياء، ولما أجي أتكلم على ازاي نفهم أصفار النبوات هتكلم عن سفر إشعياء. وهنشوف ازاي ان الأصفار دي ما هياش يعني كل سفر ليه قالب واحد وما ينفعش يتفهم غير كده، لكن ممكن نلاقيه نقدر نخش له من أكتر من مدخل، لأنه فعلا مكتوب بهذه الطريقة. نرجع تاني للقصة، خلصنا الأصفار اللي فيها القصة. طيب ليه احنا فردين جزء كامل عن فهم أصفار القصة؟ ما دي قصة سهلة، فلان عمل، فلان مش عارف راح فين، قابل مين، ايه، عايزين نتعلم كذا وخلص على كده الأمر. ايه الصعوبة في كده؟ لا، أقول لكم في بعض المشاكل اللي وقعت فيها في قرايتي للقصة تحديدا. هي مشكلة عامة ان احنا بنستعجل التطبيق قبل الفهم، يعني نبدأ نطبق قبل ما نفهم. يعني مثلا أول ما نقرأ إن يوسف، أنا دايما بستخدم يوسف لأنها قصة مشهورة ومحفوظة لنا كلنا، طبعا أنا عارف قصص كتير أنتوا عارفينها، لكن يمكن قصة فيها تفاصيل إلى حد كبير معروفة. فيوسف دخل السجن نتيجة إنه كان أمين ولم يوافق إطلاقا أن يتجاوب مع امرأة فوتيفار. بحاول أفكركم بالقصة.
فنتيجة هذا الفعل دخل السجن. أول ما يكون دخل السجن إيه معناه؟ أنا حنا أدور أقول إيه؟ إحنا لازم نكون أمنا حتى لو قضنا هذا للسجن. ده رائع. بس هي القصة لم تذكر في كلمة الله علشان أنا أدور على تطبيق. أنا بتخليني أغفل المعنى العام لقصة يوسف وإيه اللي ربنا عايز يقوله وليه جابها في الموقع ده. كلمة الله ليه استخدمت قصة يوسف في الحتة دي تحديدا وإيه علاقتها وليه جاب سيرة السجن؟ عايز يقول لنا إيه؟ لازم أفهم قصة يوسف. واحدة من ضمن المشاكل في القصة إن أنا بستعجل التطبيق. الحاجة التانية وكأن الإنسان لحوح، يعني عنده إصرار غير عادي على إنه يفهم أسئلة إجابات أسئلة معينة، ما عندوش صبر إنه يستنى يشوف القصة هتوصل بينا لإيه، فمستعجل، أو إنه يعتقد خطأً كل تفصيلة في القصة تنطبق عليه هو مباشرة. والقصص اللي ما فيهاش تطبيق عليه ما يبصلهاش، ما يعتبرش القصة دي. الكلام ده مش مظبوط. لا، أصبر وتعالوا نشوف كلمة الله عايزة تقول لنا إيه. صحيح هناخد الكلام ده ونطبقه على حياتنا، لأن زي ما اتفقنا مفيش كلمة اتكتبت في الكتاب المقدس إلا لأجل تعلمنا ولأجل تغيير حياتنا، لكن مش بالطريقة اللي احنا بنعصر أو بنلوي أو بنغير حقيقة كلمة الله. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. أول حاجة عشان نبدأ نفهم القصة لازم نعرف إنه القصص اللي جاءت في الكتاب المقدس ليست قصص أبطال سينمائيين، وإنه الله لم يقصد إنه يكتب القصة دي عشان يورينا إزاي كان يعيش إبراهيم وإزاي إنه أخد مراته وراح مش عارف ساب عيلته وعشيرته وعاش فين. مش بيكلمنا عن إبراهيم ولا بيكلمنا عن موسى. الله، بس مكتوب موسى وإبراهيم. مش بيكلمنا عن يوسف، ده مكتوب يوسف. مش بيكلمنا عن رعوس، مش بيكلمنا عن أستير، وإنما بيكلمنا عن دور الله مع هؤلاء. فالقصص مش بطلها الحقيقي صاحب القصة، لكن البطل الحقيقي في القصة، لو كل قصة لها بطل، هو الله. الله هو محرك الأحداث. تعالوا نشوف القصة من ما فعله الله مع هؤلاء، مش ما فعله هؤلاء مع الله. هنا منظور القصة يختلف وطريقة نظرتنا لكلمة الله تختلف. دور الله كبطل للقصة في القصة دي هو ده اللي يفرق. فالله هو البطل الحقيقي لكل قصة من قصص الكتاب المقدس. ملحوظة تانية مهمة، افتكروا معايا لما كلمتكم من زمان، أنا مش عارف بقى الحلقة رقم كام، عن أنواع التفسير للكتاب المقدس، وقلت أن يوجد طريقة في طرق تناولنا لكلمة الله هو التفسير الرمزي أو القراءة الرمزية، أن كل حاجة في الكتاب المقدس ليس المعنى اللي الظاهر هو المقصود وإنما ترمز إلى شيء. نيجي نحط إيدينا على أنواع القصص. القصص ليست بالضرورة قصص رمزية، يعني هو حكى لنا قصة رعوس علشان هو مش قصده رعوس واللي عمله الله معاها، لكن يقصد حاجة تانية ترمز لحاجة بعدين. رعوس دي ترمز لحاجة، وكأن القصص رمزية ذات معاني مستترة وعلي ان انا اكتشف هذه المعاني المستترة. لا، هي قصص فعلا. رعوس الله عمل معاها عمل عظيم، عايزين نعرف هذا العمل وعايزين نعرف دور الله في قصة رعوس ايه، لكن مش معنى مستتر رمزي هنشوفه بعدين وكأن القصص دي يعني بتخبلنا بعد كده حاجات هتفاجئنا. لا، قصص عن فعلا الناس عاشوا، لكن البطل الحقيقي في القصة دي مش الشخص اللي عاش ده قدامي لكن الله. فهي قصص مش رمزية. الحاجة المهمة بقى بتوضح لي أكتر القصة
وأرجو إن إحنا إن أنا مش أنتوا مشكلتي أنا أقدر أعبر عن النقطة دي بوضوح. القصة مش مكتوبة عشان تقدم لي تعليم مباشر، لكن القصة تأكد لي تعليم موجود في الكتاب المقدس. يعني هقولها بأكتر من طريقة، يعني الله عايز يعلمنا رفض الخطية، فراح جاب قصة يوسف. هو ده اللي أقصد أقول إن القصة اتكتبت هدفها الأساسي تعليم مباشر عن رفض الخطية. لا، هي ممكن أثناء قصة يوسف تعلمنا وتفهمنا إزاي إن أرفض الخطية وأقول للخطية لأ كتعليم ثانوي ماشي، لكن القصة ليها هدف تاني. فالقصص ما تعلمناش إزاي، يعني مش عايز أقول إيه، خطورة الكذب فراح قال لنا قصة فلان، مثلا أهمية الاعتراف بالخطية فراح قال لنا قصة علان. لا، لأن بنلاقي قصص فيها أبطال القصص عملوا حاجات غلط ما أقدرش أنا أخدها كنموذج. فالقصة ليست هدفها تقديم تعليم مباشر، لكن هدفها الحقيقي القصة إنها تأكد لي تعاليم أخرى موجودة جوه الكتاب كحقائق لاهوتية مطلقة. والقصة بتوريني إزاي البطل ده عاش الأمر ده، إزاي وقع في الغلطة دي فأنا أتحذر من هذا الأمر، وهكذا. زي ما قلت إن بطل القصة الحقيقي هو الله، لكن مش داود الذي تاب، ولا داود الذي أخطأ، ولا إبراهيم الذي كذب، ولا إبراهيم الذي قدم ابنه. مش ده البطل القصة، لكن بطل القصة هو الله اللي استخدم هؤلاء الأشخاص. طبعا فصلة صغيرة قوي ما بين الحاجتين، ما بين إزاي إنه الله استخدم الناس دي، وإن القصة مش دائما بتعلمني تعليم مباشر. آخر حاجة هقولها معاكم النهاردة عن موضوع القصة، القصة ليست بالضرورة كل تفصيلة في القصة وكل جزئية صغيرة ليه مغزى في حد ذاته. ممكن ما يكونش كده، يعني ممكن يكون جزئية اتقالت تفصيلة إنه فلان قعد مع فلان، بس مش شرط هذه الجزئية ليها معنى في حد ذاته، لكنها الجزئية دي مع القصة العامة مع دور الله تديني المعنى العام. فما عدش أنا وأنا في قرايتي للقصة أدور على كل جزئية صغيرة وتفصيلة وأقول شوف ربنا عمل إيه. ممكن وهنشوف بعض التفاصيل الصغيرة ممكن تغفل، ونلاقي في قصة تفاصيل كتير 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 حدثت خلال فترة زمنية تصل ل15 سنة اتقالت في سطر واحد. ما هو مش عايز يركز عليها، هو عايز يركز على مضمون إلهي آخر. فأنت لازم وإحنا في قرايتنا للقصة نميز ما بين ما هو جزء صغير ليه يكمل مع المضمون العام معنى نهائي للقصة، وبين جزء صغير ممكن نجنبه دلوقتي لأن في معنى آخر إحنا عايزين نركز فيه. كل اللي أنا عملته معاكم النهاردة قلت لكم القصة موجودة فين في الكتاب المقدس، في الأسفار اللي ذكرتها، تكوين، خروج، عدد، يشوع، قضاء، رعوز، صمويل الأول، نحمية، أستير، كل دي أسفار. وقلت شوية ملاحظات على القصة. القصة بتتكلم عن الله الذي استخدم هؤلاء البشر. القصص مش دائما فيها معاني غامضة، لكنها قصة حدث مش معاني مستترة. القصة مش هدفها انها تقدم لي تعليم مباشر، مش اتكتب. التعليم المباشر ليه مكانه، زي الرسائل، زي اقوال الله المباشرة، ده تعليم مباشر، لكن القصة ممكن تأكد لي تعليم في اماكن اخرى. مش كل جزء صغير في القصة ممكن يكون ليه معنى في حد ذاته. تعالوا نحتفظ. ايه رأيكم لغاية الحلقة اللي جاية ممكن نقرأ قصة قصتين، تعالوا ناخد ولو قصة يوسف نقراها
ولو قصة رعوس، لأن دولت كنموذج قصتين هاخدهم الحلقات اللي جاية ونقرب أكتر من كلمة ربنا. قلت لكم إحنا معانا مشرط، والمشرط ده دخلنا في تفاصيل التفاصيل جوه النص الكتابي. الملاحظات اللي قبل كده اللي إزاي نقرب من المعنى الحقيقي لكلمة ربنا كانت ملاحظات عامة، رغم إن إحنا أخدنا آيات، لكن بدأنا في أنواع النصوص نخش أعمق وأعمق. أنا مبسوط إنك أنت معاك ورقة وقلم وبتكتب ورايا، لأنه ده معناه إنك أنت واخد الموضوع بجد. يلا اقرأ الكتاب المقدس زي ما قلت لحضراتكم على قصة يوسف أو قصة رعوس إلى الحلقة اللي جاية واللي بعدها عن القصة. ألقاكم بعد أسبوع في حلقة جديدة عن فهم القصة في الكتاب المقدس. ربنا معكم.